السلام عليكم، كنتمنى تكونوا على خير. في الوصفة ديال اليوم غادي نشوفوا واحد سبيعات بالفرماج اللي كيجي فيهم المذاق ديال الكنافة، حيت في وسطهم فرماج وغادي نديرو فوقهم العسل. في هذه الوصفة غادي نحتاجو لاباط فيلو، فوالا نديروهم بلاباط فيلو. غادي نحتاجو واحد 200 غرام ديال الفرماج ناتور، والفيتا واحد 150 غرام، والعسل. اللي ما عندوش فرماج ناتوري فيتا ممكن يستعمل جبلي او كيري. غادي نبداو على بركه الله. غادي ناخذ شي اناء غنديروا فيه هذاك لو فرماج بلون، هاد الوصفه ممكن اللي عنده لو بازيليك فري ولا حتى اليابس يديروا فيه، كيجي فريمون زوين مع الفرماج، كيجي رائع. دابا غادي نزيدو الفيتا، غادي نبداو كنعكوهم على هاد الشكل. المهم هما بعدا كيبقاو شادين شي شويه راسهم، واخا كنعكوهم كيبقاو شادين راسهم. وكما قلت لكم انا غادي نزيد واحد شويه ديال البازيليك، انا ما عنديش الفخي، غادي نزيد البازيليك سيش حتى هو كيجي زوين. شويه واحد 8 معالق، صافي. وغادي نزيد نخلطهم. صافي، من بعد ما تجنسوا ليا كاع المكونات، دابا غادي ندوز نقطع الورقه ونبدا نلويهم. غادي ناخذ لاباط فيلو، فوالا غادي ناخذ هي وحده منها، والاخرين نعاود نجمعهم ونديرهم في شي زويف باش ما يقصحوش ليا. فوالا نحاول نجمعهم مزيان كما كانوا، نديرهم في زويف باش ما يقصحوش، باش ما يضربهمش البرد ويقصحو. غادي ناخذ دابا ديك الوريقه وغادي نطويها على هاد الشكل، نطويها على جوج، بعد نعاود نزيد على 4. ممكن ديروهم طوال، انا مستطيلات، بعد على 8. وغادي نبدا كنقطع على هاد الشكل. انا حيت نديرهم في الفران، اللي بغى يقليهم من الاحسن يخليها طويله باش يلوي مزيان ديك لاباط فيلو باش ما تحليهش في المقله. هنا كنقطعوهم على هذا الشكل. صافي، كما كتشوفوا ها هي كيعطوني 8 ديال الوريقات. دابا غادي ناخذ وحده والاخرين حتى هما نغطيهم بزويف. غادي ناخذهم، غادي نبدا نحط الخليط ديالي بحال هذا الشكل، وغادي نجيب الورقه من جنب، من هذا الجنب ومن الجنب الاخر، ونحاول فوالا صافي. وغادي نلوي كما قلت لكم، اللي غادي يقليهم يحاول يقطع الورقه غير على 4، يخليها طويله باش يزيد يلوي مزيان باش ما يتحلو ليهش في المقله. صافي، وغادي ندير زويته. ممكن اما ديروا الزيت اما ديروا الماء والطحين حتى هو كيسد. انا غادي ندير الزيت كما كتشوفوا على هذا الشكل. صافي، وغادي نسدها. اي فوالا، ها هي. عاود ندير الثانيه حتى هي بنفس الطريقه. غادي نحط الخليط. فريمون علاش قلت لكم كتجي في المذاق ديال الكنافه، لحقاش الكنافه كما كتعرفوا كيكون داك الشعريه محمره، وكنديروا فوقها كنديروا في الوسط الفرماج، ومن بعد كنسقيوها بالعسل. وحتى هي حيت الفرماج وكنسقيوه بالعسل كتجي فريمون بنفس المذاق.
صافي فوالا كنعاود نلصقها حتى هي بزويتها. وحنا كملنا دابا غادي ناخد لاطالي غادي ندخلها للفران، غادي ندير فيها ورق الزبده، غادي ندهنو بشويه زويته، وغادي نبدا نحط فيه هذوك صبيعات ديالي وندهنهم بالزيت وندخلهم الفران. صافي من بعد اون فوا غادي يتحمروا غادي نخرجهم وغادي نسقيهم بالعسيله. وكما كتشوفوا ها هما تحمروا ليا، كما قلت لكم حاولوا تخليوا الورقه طويله باش ما تحل لكم ما حتى شي حاجه ويجيو مجموعين مزيان. دابا هنا درتهم في هذا الطبسيل، ممكن ديروهم في اي حاجه بغيتو، اي في بلاطو ولا شي حاجه، مهم اي حاجه بغيتوها. كناخذوا العسل كنديروه في ميكرووند او بان ماري غير ندفيوه وكنبداو نكبوه فوقهم، وها هما واجدين. وكنتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم، ونتلقاو في فيديو اخر في امان الله وحفظه ورعايته. السلام عليكم.